الهجرة غير الشرعية سابت آثار في الريف المصري اقتصادية واجتماعية. في قرية ميت سهيل إحدى القرى المشهورة بأن أبنائها بيسافروا لإيطاليا، معانا الأستاذ عزة الهادي مأذون القرية. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ. أستاذ عزة، من خلال خبرتك إيه اللي اتغير في الجواز في قرية ميت سهيل نتيجة للانتعاش الاقتصادي اللي شافته القرية؟ معظم الشباب ما كانش لاقي فرص عمل هنا في مصر، فاضطر إن هو يسافر، وجد بالإيجاب إن هو جاب فلوس، بس أثرت في الجواز إن غلط في المهور. تبص تلاقي القايمة بتاعت الزوج دلوقتي بتعدي 130,000 جنيه. 130,000 جنيه قائمة منقولات. قائمة منقولات للزوج. طب المهور مثلا والمؤخر وكل الكلام ده والشبكة دلوقتي اللي ماشي دلوقتي في ميت سهيل كقرية، المهر بينكتب 20,000 جنيه مؤخر، فبتأثر على الشباب اللي هو ما سافرش لأنه ما بيقدرش يتجوز، ومحدش هنا في ميت سهيل بيرضى يتجوز أي حد إلا إذا كان في إيطاليا. بكالوريوس إيطاليا. أيوة. يعني إيه بكالوريوس إيطاليا؟ بكالوريوس إيطاليا يعني البنت لما تيجي تتجوز تقول لك إيه، لازم البرميسو بتاع إذا كان في إيطاليا يبقى معاه الإقامة، لو معاهش الإقامة مش هيتجوزوا، تكون هي واخدة كلية هندسة وهو مثلا واخد دبلوم. ليه؟ عشان هو في إيطاليا، بكالوريوس إيطاليا. بقت موجودة في القرية حالات طلاق كتير كتير جدا، غير ما احنا كنا نتوقعها. بيكون الزوج بيجي يدي وعود جامدة للزوجة انها هيعملها اقامة واخدها ايطاليا يسفرها اوروبا. طبعا بتبقى حلم اي واحدة عارفية او بتاع هتروح اوروبا، فبتحلم معاها. وبعد ما بتنتهي الخطبة وبيخشوا يتجوزوا شهرين ثلاثة اربعة بتكتشف حاجات ان هو طبعا مش هيقدر يحقق لها الوعود دي، ولا هياخدها ايطاليا ولا هيعمل لها حاجه، يبدا هنا الانفصال. ودي حالات موجوده في البلد وحقيقيه وواقعيه. قصه تربيه الولاد ووجود رقيب عليهم في غياب الاب بشكل مستمر، بعد الاب رب الاسره عن الاسره بيعمل مشاكل كتير. ويقول لك انا بعوضها بفلوس. لا، مش بيعوضها بفلوس، ده بيخسر كتير. معظم الشباب اللي هم اباتهم كانت مسافره ايطاليا معظمهم انحرف، يشرب مخدرات، يا ساب تعليمه عشان الفلوس اللي بتجيله من ايطاليا، ما هو مش قادر فبيقول لك تعليم ايه، انا كل حاجه موجوده معايا. فهو ما بيهتمش بقى، سلوكياته بتتغير. ايه الحاجه اللي ممكن تكون ايجابيه ناتجه عن الهجره غير الشرعيه في الريف المصري؟ الحاجه الايجابيه الوحيده ان هي بصراحه غيرت ميت سهيل. القريه بتاعتنا اتغيرت في حاجات كتير. المباني زي ما انت عارف انها قريه كانت مباني بالطين اللبن، ده اتغيرت دلوقتي، بقت كلها مباني، كلها على احدث طراز، بقت زيها زي المدينه، تشابه المدينه في حاجات كتير، غيرت كتير.